طب السؤال الثاني حضرتك، حلقة العلم يجوز بعدها الدعاء؟ ها؟ يعني أنا بدي حلقة علم، يجوز إن أنا أدي دعاء بعدها، يعني أدعي؟ بصورة مستديمة لم ترد عن الرسول، لم يرد عن الرسول أنه كان بعد كل درس علم يدعو. يعني درس أو درس؟ لا بس الله يوفقنا وإياك. ربنا يبارك فيك، أياك جزاك الله خير. أياك.